يعني خلاص هتسافر وتسيبنا يا صابر؟ اخص عليك يا هنية، هو اني هسافر واتغرب الا عشانك انتي؟ طيب وغلاوتك عندي انا السفرية دي على عيني، بس هعمل ايه؟ لازم اسافر واتغرب واشتغل عشان اجيب فلوس، واجي بعد كده اطلب ايدك من اهلك بقلب جامد. يعني هتفضل فاكرني ولا بعد ما تسيب البلد هتنساها باللي فيه؟ اخص عليك يا هنية، اني انساكي برضو؟ مين عارف، ما هم بنات البندر حلوين وجمرات، والواحدة فيهم قادرة وتقدر تلف عقل 100 راجل. ايه اللي بتقوليه دي يا هنية؟ اني مهما لفيت ولا درت عمري ما حلاقي زيك، ولا عيني هتشوف احلى منك. ايوه كده اضحكي اضحكي يا شيخة، خلي الدنيا تنور في وشي. انت يا هنية لازم تبقي فرحانة لاني مسافر وهبقى عسكري قد الدنيا، عسكري بوليس. عارفة يعني ايه عسكري بوليس؟ يعني هبقى واحد من الحكومة. ربنا يعلي مرادبك وينولك مرادك يا صابر. ايوه هينولني عشان انا غلبان، وساعتها هرجع لاهل البلد واوريهم مين هو صابر عبد الرحيم اللي طول عمرهم يقولوا عليه خايب ومنحوس. هوريهم هيبقى ايه مركزه في الحكومه. كل دي عشانك انت يعني، وعشان لما ارجع واطلب ايدك تبقى تتفشخري بي قدام اهلك واصحابك. وانا قلبي حاسس انك هتنجح وهتعلى وهتبقى احسن عسكري في بلدنا كلها. انتي عارفي اني نويت كمان اتخصص في ايه بالظبط؟ في ايه؟ في المباحث. مباحث؟ ايوه ما تستغربيش، اني نور ونفتح والقطه وهي طايره. والمباحث محتاجه الناس اللي من النوع دي. ربنا معاك يا صابر، بس عشان خاطري ابقى خد بالك من نفسك قوي قوي هناك. خايفه عليا يا هنية؟ ده انت سيد الرجال وما يتخافش عليه. بس غرض اقول لك يعني انك تاخد بالك من نفسك ومن حالك، لان بتوع بندر مصر دول قادرين وخضرين وياما بيحكوا عنهم ويضحكوا. ما تخافيش عليا يا هني، انا جدهم وجدود. خد يا صابر. ايه دي؟ دي حته من شال عشان تبقى تفكرك بي. يا سلام، اما حته فكري بس حاسب لا تضيع مني. معقول ده برضو؟ ده اني هحطها في عيني. استنى. ايديك هتعمل ايه؟ هقطع حته من جلابيتي عشان تفتكريني بيه. لا بلاش. ليه بقى؟ عشان انا بفكر فيك على طول يا صابر، وعمرك ما بتروح عن بالي ابدا. يا ابوي الشنطه خلاص جهزت اهي. ربطيها كويس يما؟ ايوه يا دلعي. لحسن تفك مني في السفر، سفرية طويلة يما. هتوحشني قوي يا صابر. وانت كمان يما. دي أول مرة تبعد فيها عني. ما تبكيش يما عشان خاطري، أنا كل يوم التاني حبقى شيعلك جواب أطمنك فيه عليا، وأول ما أخد الأجازة حاجة أزورك على طول. ربنا معك يا دلعي. أمشني باقي عشان ألحق معاد القطر. مش كان الأصول يا صابر اجي اوصلك للقطر؟ على ايه بس يا اما، ما كلها محصله بعضيها. اشوف وشك بخير. ربنا يفتحها في وشك يا صابر. مع السلامه يا دناي. مع السلامه. خد بالك من نفسك، خد بالك من طريقك، وما حد ياخد الشنطه منك تبت عليها كويس. دي معقوله برضو يا اما؟ خلي بالك من فلوسك لحسن ينشلوك زي خالك عوضين. ما تخافيش عليا يا اما، حاسب حد يضحك عليك ويقول لك تعالى روح هيني ولا هيني ليفسدوا اخلاقك. كلام اهديه بس يا اما، هو انا عيل صغير؟ ايوه كده، خليك ناصح، اوعى تروح مع اي حد في اي تحت. حاضر. ربنا معاك يا ابني. فوتك بخير يا اما، خدي بالك من نفسك قوي. سلام عليكم. مع السلامه يا صابر. مع السلامه يا حبيبي. Thank you.
صباح الخير. ايه عاوز ايه؟ مش هو دي برضك مركز التدريب بتاع العساكر المستجدين؟ وبتسأل ليه؟ اصلاني مطلوب هنا. عسكري انت؟ ايوه انا. معاك بطاقتك واوراقك؟ ايوه معاك كل حاجه. امال اتفضل. خلي الاوراق دي معاك وخش في المبنى اللي على اليمين عشان تكشف طبي. تشكر يا بلدي. ايه دول؟ دول الخلاجات، ودول حتتين جبنه ورغيفين بتاع وفضه خيرك. دول هتسيبهم هنا قبل ما تخش. اسيبهم هنا يعني ايه؟ يعني ممنوع تخش المركز اللي بالخلاجات اللي عليك. واه، طب ليه؟ هي دي تعليمات الامن، عاجبك ولا مش عاجبك؟ خلاص ما دام دي تعليمات الامن يبقى خلاص خليهم. ايه واقف ليه؟ ما تدخل. حاضر يا ابويا. انت على الكشف اللي بعده. تمام يا فندم. صابر عبد الرحيم قناوي. صابر عبد الرحيم قناوي. افندم انت صابر عبد الرحيم قناوي؟ ايوه يا فندم. اتفضل خش. كشفت نظر؟ ايوه يا فندم. وفين الورق اللي اداهولك؟ اهي. طب اقلع. اقلع؟ اقلع كيف؟ اقلع هدومك. هي حصلت قلع الهدوم كمان؟ لا يا ابوي كله لدي، انا راجل حر. تتجننت يا جدع انت؟ اقلع هدومك. يا دورتين يا اولاد، اقلع كيف بس؟ لا يا عباس. تمام يا فندم. تعال هنا. تعال هنا. تعال يا معلم انت واستحي. استحي يا فحليت. يا رجل انت وعلمت بيدي. يا جدع انت استحي. يا خرب بيتك يا صابر. تبقى خد بالك من نفسك قوي قدامك وعن روحك ولحالك، لان بتوع بندر مصر قادرين وقدرين. معلش كله يهون، كله يهون عشان خاطرك انت. يعني خلفك ايه؟ علي ايه؟ في مال صحيح. صابر شيعلك جواد من مصر. ايوه مين قالك؟ الواد حسن قابلته حدا الزراعي وقال لي انه جرهولك. طب اقعدي يا بنتي سريعه. وقال لك ايه في الجواب يا خالي؟ وعمل ايه في مصر؟ قال انه مبسوط وفرحان وبيطلب مني ندعيله. ووظفوه؟ طبعا وظفوه، بقى عسكري دوريه قد الدنيا. يا ما انت كريم يا رب. وقال ايه كمان؟ مفيش، قال سلميلي على الحبايب والقرايب والجيران. اهدى بس كده، ما قالش حاجه تانية؟ لا قال ايه؟ بعت لك سلام كبير قوي. طب ليه ما قلتليش من الاول يا خال؟ يا بنتي ماني بقول اهو. وقال لك ايه في السلام ده؟ قال لي سلمي لي على هنية الف مليون سلام، وبلغيها اول اجازه حنزلها في مصر هطلب ايدها من عم بسطاوي. وهي الاجازه امتى؟ بعد شهر ونص. لسه شهر ونص؟ ايه ومستعجله قوي كده ليه؟ الله ما تكسفنيش بقى يا خال. ربنا يسعدك ويهنيك. استني عليا يا هنيه، ادخل الحاجات دي جوه وارجع. خلفك ايه؟ نعم. امال فين الجواب اللي شيع وصابر؟ عايزه اشوفه. وتشوفيه ليه؟ اتعلمت القراية؟ مش مهم اقراه يا خالي، كفايه اشوفه وامسكه بايدي. بقى كده خدي يا اختي. ايه اشبعي منه شوف.
اهدى. ملفتش نظرك اي حد كان بيلف ويدور حوالين العمارتين دول؟ لا غريبه. صدقني يا حصول هو دي اللي حصل. ان شاء الله انتصف نواضر لو كنت شفت حد جه ولا عدي ولا هو بنواحي الحي اللي كنت فيه. طب ما بعدتش عن مكان الحراسه ورحت هنا ولا هني؟ اروح هني ولا هني فين بس يا حصول؟ اني ما بعدتش لحظه واحده عن مكان الحراسه، وطول الليله السودة دي واني عمال رايح جاي زنهار زي المكوك. تكونش عينك غفلت وخدتلك تعصيلي؟ ودي معقول برضك انا عصواني في الحراسة؟ امال الشقق دي كلتها اتسرقت ازاي؟ والحرامية اللي سرقوها جم منين وراحوا فين؟ ها؟ اتكلم انطق يا عسكري كويرك. مخابرش مخابرش؟ في عسكري امن يقول مخابرش؟ امال مين اللي هيخابر؟ امي؟ بتعيط؟ يا بجحتك يا اخي، انا لو منك اقعد الطم على صداغي بقلبين طوب. بطل زن يا ولا وطب ساكت. بقول لك اسكت خالص يا عسكري. جاتك الهم فقري بأسمع يا عسكري صابر. لولاش انك مستجد انا كنت اتخذت معاك اجراءات تانية، انما النبادي حكتي لفت نظرك. لكن لو الاهمال ده اتكرر مرة تانية مش هيحصل لك. طيب فاهم؟ حصل انتباه انصراط. اهدي سلامي اليكم والى كل الحبايب والجيران فرده فرده. اه؟ فرضا فرضا. وانا والحمد لله كويس ومبسوط ولا ينقصني الا رؤياكم. واحب اقول لكم ان انا اكلت هنا البسطروه والسطرمه والجبنه انا هعفقها دلوقتي. استنى الجبنه الفلوانك. واطلعوا ايه البسطروه والفلوانك دول؟ دي حلويات من بتاعه بندر مصر. شوف الواد وعمايله، مع اني موصياه ما ياكلش حاجه ما يعرفهاش. خليه ياكل يا خلا وينبسط. كمل يا ودي حسن كمل. طيب اما عن الشغل فهو ماشي، بس اليومين اللي فاتوا دول حصل فيهم حاجات غريبة مش عارف لها سبب. وايه الحاجات الغريبة اللي حصلت له دي؟ ما قالش. طب كمل يا ودي حسن يمكن يكون جاي. ايوه واحنا وقفنا لحد فين؟ ايوه. وارجوك يا امه تروحي للشيخ عرفان وتخليه يعمل لي حجاب ضد السرقه، وابقي شيعي لي الحجاب في اسرع وقت مع اي حد نازل مصر. والسلام ختام. ايه حكايه الحجاب دي؟ وهو عايز حجاب السرقه يعمل بو ايه؟ ما قالش برضه. يكونش اتنشل ولا حاجه؟ ايه جايز. انا قلبي متوغوش من الحكايه دي. يا ترى ايه اللي حصل له؟ على اي حال برضه لازم نروح للشيخ عرفان ونعمل له الحجاب زي ما قال. ها! مين هناك؟
تقولش يا واد بتشرب حاجة؟ بتستعطى حاجة؟ طب اعمل فيك ايه؟ اقول لسيادة المأمور ايه؟ اقول للداخلية ايه؟ قل لهم مظلوم ماليش ذنب واصل. مالكش ذنب ولسه لك عين تقول ماليش ذنب؟ ده مفيش حتة وقفت فيها للحراسة الا ولقينا الحرامية كلتهم تاني يوم مش الطابين على كل الشقق والدكاكين اللي فيه، واخر بركاتك الخمس عربيات بتوع ليلة امبارح كل ده وجاي تقول لي ماليش ذنب؟ طيب هعمل ايه بس في حظ النحس دي؟ دي مش حكاية حظ، ده اهمال وتقصير في اداء الواجب الرسمي. طيب وشرفك انت يا حصون؟ اني لا اهملت ولا قصرت في ايتها حاجة. يا عالم ده انا كنت حموت اثناء تأدية وظيفتي، الحرامية كانوا حيدهسوني بالعربيات وكان زماني دلوقتي ما جيت شهيد. يا ريتهم يا اخي كانوا دهسوك وكنت روحت في 60 داهية، كنت على الاقل توفر علينا المصايب اللي بيجينا من تحت راسك كل يوم والتاني. معلش يا حصون اخر مرة احب على ايدك تسامحني. اسامحك يعني ايه؟ تكونش فاكرنا هنسمح لك تتنقل من حتة لحتة لحد ما البلد كلتها تتسرق؟ معلش استر علي استر علي، ربنا ما يوجعك في اللي انا فيه. شوف يا ابني انا يا ما سامحتك واديتك فرص كتير لحد ما جبتلي المصايب، خليتني اسمع كلام من المسؤولين عمري ما سمعته. معلش حقك علي يعني امسحها فياني. كان بودي لكن انه بادي الموضوع خرج من ايدي. خرج من ايدك راح فين؟ شوف يا عسكري صابر انت موضوعك بيتبحث دلوقتي على اعلى المستويات، لجنة مكافحة السطو والسرقة واللازم منه مجتمعة دلوقتي بكامل هيئتها لبحث موضوعك انت بالذات. موضوعني بالذات؟ يبقى خلاص هيفصلوني، هترفض وارجع من تاني عواطلي وصايع. يا دورتين يا ولاد. وليه ما يكونش الولد العسكري ده متواطئ مع اللصوص وهو اللي بيسهل لهم السرقه من الاماكن اللي بيكون واقف حرسها؟ واحنا فكرنا في ده برضه يا فندم، وراقبناه اكتر من مره وهو في نوبه حراسه، وكانت ايه نتيجه المراقبه دي؟ اتضح لنا ان ملوش علاقه باللصوص اللي بيقوموا بالجرائم دي. طب والناس اللي كانوا بيراقبوا العسكري صابر دول ما شافوش الحراميه وهما بيسرقوا؟ للأسف لا، تقاريرهم بتقول ان كل شيء بيبقى عادي وطبيعي وفجأة بيكتشف حوادث السرقة. يعني ايه؟ العفاريت هم اللي بيسرقوا ولا الحرامية لابسين طاية لخفة؟ ما هو يا فندم ما فيش يا فندم، اللي بيحصل ده ملوش اي تبرير، حوادث السرقة والنهب زادت اول يومين دول، ده موضوع ما يستكتش عليه ابدا. فعلا دي بقت مهزلة ولازم نوضع لها حد. وبعدين اشمعنى الاماكن اللي بيحرسها العسكري ده هي اللي بتسرق؟ ما هو ده يا فندم اللي هيجنني، انا فعلا ابتديت اصدق انه منحوس ووش فقر زي ما بيقولوا عليه، وممكن كمان يبقى مجرم خطير. يا فندم انا قلت لحضرتك ان احنا راقبناه واتضح ده ابوه تاني، ما تخليهوش يغيب عن عينيكوا لحظه واحده، سجلوا عليه كل تحركاته، شوفوه بيقابل مين، بيقعد مع مين، بيتكلم مع مين، لازم نوصل لحل في الموضوع ده. يعني حضرتك شايف ان نخليه زي ما هو عسكري حراسه ونستمر في مراقبته؟ ايوه. طب ما هو الخوف الحوادث دي تتكرر تاني مش شغلي. خلاص يا فندم انا هتصرف، وعاوزك تقدم لي تقرير عن الحاجات دي اول باول. حاضر. اتفضل. غريبه رفدوني، حكموا عليا بالسجن، ما تقول لي حصل عملوا فيا ايه؟ انت يا واد انت اكيد امك ده عيالك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت اول واحد تنفذ من تحت ايد اللجنة دي من غير جزء. ايه دي حقيقي يا حصان؟ الاشارة هي اللي بتقول كده. يعني هرجع الشغل تاني؟ هترجع. يحيى العدل يحيى العدل. بس يا على ابوك بساكت. طيب يا فندم حاضر. طيب مدام هرجع الشغل تاني هتخليني امسك الحراسة فين الليلة دي؟ الاشارة محددة المنطقة اللي انت هتقف عليها حراسة. منطقة ايه دي؟ منطقة الاهرامات. اهرامات؟ وتطلع ايه الاهرامات دي؟ الاهرامات التلاتة يا مغفل. اهي دي بقى احسن منطقة ممكن تمشي مع وشك النحس وحظك الذكر. ليه؟ لان مفيش حاجة هناك ممكن تتسرق الا شوية رمل ودي مقدور عليه. حقيقي حصول؟
مش بقول لك امك ده عيالك. بركاتك يا ام صابر، دعواتك معايا هنيه. سيداتي وسادتي، إليكم هذا النبأ. وقعت منذ لحظات أغرب حادثة عرفها التاريخ، فقد اختفى وفي ظروف غامضة هرم خوفو الأكبر، ذلك الأثر التاريخي العظيم الذي يعد واحدا من عجائب الدنيا السبع. والحادث تحوطه أكثر من علامة استفهام، وتجري حاليا تحقيقات واسعة للكشف عن الغموض الذي يحيط بهذا الحادث. عملتها يا صابر، عملتها يا ابن فكيها. عملت ايه بس يا بيه؟ ما انتش عارف. طيب وشرف سعادتك؟ انا مظلوم في اللي حصل ده. انا ماليش ذنب واصل. دي كمان مالكش فيها ذنب. طب قبل كده كنا بنصدقك ونسكت، لكن النوبادي هنسكت ازاي؟ هنداري على المصيبه دي ازاي؟ ده هرم، هرم يا مفتري.
صابر، احنا عايزين نلم الموضوع وهو لسه في اوله، لان الحكايه دي لو ما انتهتش على خير وفي اقرب وقت مش هيحصل لك كويس، ولا عمرك هتشوف يوم عدل. فاهم يا صابر؟ فاهم يا بيه. شاطر. وعشان كده عايزك تقول لي على كل حاجه بصراحه. احكي لي على اللي حصل امبارح بالليل لحظه بلحظه. ابدا يا بيه، انا طول نوبة الحراسه وانا عمال الف حوالين الاهرامات داير داير زي طور السجن، ما بعدوش عن عينيا لحظه واحده. وبعدين؟ مفيش. لما جم بقى يستلموا مني الصبحيه الحراسه لقيتهم ناقصين هرم، اتلفت يمين اتلفت شمال اني الاقيه، مفيش، زي ما يكون فص ملح وداب. فص ملح وداب؟ هرم خوف يا صابر يضيع زي فص الملح. ومقام سعادتك هو دي اللي حصل. فين الهرم يا غالي؟ مظلوم يا بيه. وديت الهرم فين؟ انت يا بيه ربنا عارفه بالعقل يا بيه، بقى سعادتك داخل في دماغك برضه ان انا سرقت البتاع الكبير اللي كان هناك ده. انا ما قلتش ان انت اللي سرقته، انا بقول يعني يمكن يكون حد ضحك عليك وخلاك تشترك معاه في الجريمه البشعه دي من غير ما تقصد. يعني على اي حال لو قلت لي مين الناس دول اوعدك ان انا اخليك شاهد في القضيه واخرجك منها زي الشعره من العجين. مين دول يا صابر؟ لا حول الله يا رب، احلف لك بيه يا بيه ان في الليله اللي مطيره بطينتي لا شفت حد ولا اتكلمت مع حد. امال الهرم راح فين يا صابر؟ ما هو ده اللي هيجنني يا بيه، ما هو ده اللي هيطير اخر برج من نافوخ يا ابوي. اسمع يا واد، انا شغل اللقم والاستعباط ده مش هاخيره عليا، انت فاهم؟ يا لهوي بال يا ابوي، هتخنق انت. وقول الهرم فين احسن لك، انا مش عايز استعمل معاك القوه. ها مين شركائك في الجريمه دي؟ مين اللي انت بتستكتر عليهم دول يا صابر؟ اتكلم لطلع روحك اتكلم. سيب رجبت يا بيه، هتموتني يا بيه. مش هسيبك الا لما تقول. طيب يا بيه هقول يا بيه، هعترف بكل حاجه. بس سيب رجبت الاول، هتخنق. طب انا سيبتك اهو. قول قول. هقول ايه؟ هقول ايه بس؟ قول! هقول ايه لك ايه بس؟ ما انتوا السبب! احنا سبب؟ احنا السبب يعني ايه عسكري؟ يعني انتوا عارفين انني مستجد ونحس وخايف، تمسكوني هرب ليه؟ تمسكوني هرب ليه؟ هو اللي جابني الاهرامات! شوف بقى يا واد انت، اياك تكون فاكرنا فندي وبتضحك عليا بالحركات دي. لا، ده نلعب بمليون واحد زيك. تعالى يا لهوي! تعالى يا عسكري! معلش يا بيه. يا عسكري ابوس ايدك يا بيه. تعال يا بيه، معلش يا بيه في عرضك. تعالى هنا يا عسكري، وقف مطرحك احسن لك. طب نخصموه من مهيدي. نخصموه من مهيدي يا رباي؟ هو هيصدم من ايه؟ طب ما في مليون حاجه بتتسرق في البلد دي، اشمعنى يعني الهرم اللي انتوا زعلانين عليه جو كده؟ بتقول ايه يخرب بيتك؟ أما غريبة أوي حكاية الهرم ده، والأغرب إنه مش جايبين عنه أي تفاصيل. يعني هم عرفوا التفاصيل وما كتبوهاش؟ لكن يا ترى إيه موقف الروس والأمريكان من الموضوع ده؟ روس إيه وأمريكان إيه يا فندم؟ الهرم اللي سارق ده بتاعنا إحنا، بتاع جدودنا. أيوه بس الروس برضو يعني. بلا روسيا بلا أمريكا بلا زفت. هو في أحلى من البلد دي؟ وبعدين فين حرك اللي مش فايت ده؟ يا أخويا ابعد عني شوية، طلعت روحي. وأنا أعمل لك إيه بس؟ ما العمارة زحمة زي ما أنت شايفة أهو. مش عاجبني خدي لك تاكس. حصل خير يا جماعة؟ صلوا على النبي. معلش يا ست، أصل حكاية الهرم دي مخلية كل أعصابنا مشدودة. إشمعنى يعني الهرم اللي أنتوا زعلانين عليه قوي؟ ما هي كل حاجة بقت بتختفي اليومين دول. السكر والسمنة والصابون، ده حتى الرز الآخر ما بلاش لاقيينه. يوه! مش قوي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله استغفر الله. صدقوا بالله يا إخوانا، أنا فرحان قوي إن الهرم ده اختفى، وكفاية الفسق والفجور اللي كان بيحصل حواليه كل ليلة. الشاب من دول بياخد له واحدة من إياهم ويقعدوا هناك بالساعات، ولا الكباريهات اللي كانت مالية شارع الهرم على الصفين. يا شيخ بركة النغار، بلا مسخرة وقلة أدب. بقول لك ايه يا راجل انت، ما تتلم وحط لسانك جوه بقك يا
قال لك؟ انا كلمتك يا دي اما صاير بلاوي وتحدف علينا يا اخوان. انا بلاوي؟ طب تعالى خد. انا لا 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 تعملي ايه يا ولد؟ لازم عليك سيبيني. الراجل الشايب العايب ابو لسان طويل. مفترسه يا متوحشه يا عديمه الادب يا عديمه الحياه. اوعى كده. الطاخيه الطاخيه. رفعتوا البصمات؟ ايوه يا فندم كله تمام. طب تعال نبص تاني. اتفضل. ايوه يا فندم. ايوه احنا حاصرنا محافظة الجيزة ومنعنا دخول او خروج اي انسان منها. طبعا يا فندم طبعا شددنا الحراسة على جميع المطارات والمواني. اطمن يا فندم اطمن سعادتك. مستحيل بعد كل الاجراءات دي يقدروا يهربوا الهرم بره البلد. انا ما يهمنيش الهرم يخرج ولا يتحرق. انا كل اللي يهمني ان القضية تستوفى قانونية. في سرقة يبقى لازم يكون في سارق. في جريمة يبقى لازم يكون في مجرم. احنا قبضنا فعلا على كل المجرمين المشتبه فيهم. ايوه يا فندم. وفتشت بيوت كل الاشخاص الخطرين على الامن. المهم نوصل المجرم. ولحد كده يكون دورنا انتهى. بعد كده تبقى المسألة في ايد المحاكم والقضاء ودول ملناش دعوة بيهم خالص. المهم لازم نوصل للمتهمين ونثبت التهم عليهم. فاهم؟ هو حقيقي يا فندم المتهمين لسه ما اعترفوش لحد دلوقتي. لكن كل الأدلة ثابتة عليهم. لا أبدا يا فندم مفيش أي مانع ممكن ناخد منهم أي اعتراف. حرام عليك حرام عليك يا مفتري. انسي وانت ساكت تطلع روحك. انت ايه مفيش عندك رحمة؟ معينينك مخصوص علشان تضرب فيا. انسي وبطل لمرانا. كفاية تاني يا مفتري. مش ربنا يخلي الحكومة. مش وحش سيبه يطلع انت برضه. تعالى تعالى اقعد. انت عباس عبد الحميد مخزنجي منطقة اثار الهرم. انا لا لازم اتكلم. لا لازم نعم اخويا. لا لا حبيبي لازم اتكلم. تقول ايه؟ انا فحصوك. انت ايوه انا. ما ترد جاتك الغن. بقالك في وظيفتك دي قد ايه؟ بقالي 20 سنة. 20 سنة وانا بسل الموظف النزيه. عمري في حياتي ما خدت جزا ولا انذار ولا خصم ولا حتى لفت نظر. اجي على اخر الزمن واغير ذمتي علشان اسرق هرم. يا سعادة البيه انا موظف غلبان. انا موظف غلبان وفي حالي. عشت طول عمري اخدم الحكومة بمنتهى النزاهة والاخلاص. ربنا يخلي لنا الحكومة. ربنا يخلي لنا الحكومة. ربنا يطول لنا في عمر الحكومة. أنهي حكومة؟ أي حكومة. أي حكومة أنا خدامها. عظيم. عظيم يا عباس عظيم. أنت باين عليك راجل عاقل وهتساعدنا كويس أوي. أنا تحت أمركم يا بيه. اللي تقولوا عليه أنا أعمله بس بلاش منام. اقعد يا عباس. هقعد 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 أنا هقعد. قول لي يا عباس أنت كنت فين ساعة ما اتسرق الهرم؟ كنت في البيت يا بيه. حتى أسأله أبو الهول. أبو الهول؟ ابني أنا مسميه أبو الهول. طب يا عباس
تفتكر مين اللي سرقوا الهرم؟ هو في غيرهم يا بيه. مين دول؟ الجماعة اياهم بتوع المنشورات والمظاهرات والافكار المستوردة. وانت ايش عرفك ان هم اللي عملوا كده؟ الحكاية واضحة ومش محتاجة زكاوة يا سعادة البيه. الناس دي طول عمرها غاوية مشاكل وعايزين يخربوا البلد. انت تعرف حد منهم؟ انا اعوذ بالله، انا برضو اعرف الاشكال دي. شوف يا عباس، ما تحاولش تلف وتدور لان التهمة لابساك 100%. احسن لك تعترف. تهمة؟ يا خرب بيتك يا عبس، تهمة يا بيه. الاختلاس والتبديد. اختلاس؟ ايوه، لانه اتضح من كشوفات المصلحة ان الهرم كان في عهدتك انت. صح. وانك مستلمه على سركي. صح. وحيث ان الهرم اختفى فتبقى انت المتهم باختلاسه وتبديده. ايها الرفاق الاعزاء، اسمحوا لي ان اسأل، لماذا كل هذا التضييق حول موضوع اختفاء الهرم الاكبر؟ ثم ما هو هذا الهرم الاكبر؟ اسمحوا لي ان اجيب. لقد بناه اجدادنا تحت ضربات صياد الفرعون خوف الذي ساقهم من كل انحاء الوادي وسخرهم بالقهر والقمع والجبروت لكي يشيدوا له مقبره تحت نسمه. إننا لابد وأن نسعى لاختفاء الهرم، لأنه كان الرمز الأكبر لسيطرة البرجوازية واستغلالها لقوى الشعب الفرعوني العامل. باشا، ايه اللي بيحصل ده يا نظيم؟ خير يا باشا. هيجي منين الخير يا نظيم؟ حكايه الهرم دي عامله ردود فعل كبيره وسط الناس. انا جات لي معلومات بتقول ان في جماعه بيحاولوا يستغلوها عشان يشعللوا الدنيا ويحرجونا قدام الراي العام. ومين دول اللي يقدروا يحرجونا يا سعاده الباشا؟ الجماعه ياهم اللي عاملين مثقفين، بس على فكره مش دول لوحدهم اللي بيلعبوا اللعبه دي، ده معاهم كمان الناس بتوع زمان. ايوه ايوه. لكن يا باشا ما لكنش ولا حاجه، انت لازم تتصرف على ضوء الكلام اللي بقولهولك. على كل حال يا باشا، احنا في خلال يوم او اتنين بكتير هنكون خدنا اعترافات كاملة من كل اللي اشتركوا في سرقة الهرم. الهرم مش مهم دلوقتي قد الحكاية اللي بكلمك فيها دي. خلي موضوع الهرم ده علينا احنا، اهم شيء دلوقتي انك تتصرف مع الجماعة دول لانهم بيصطادوا في المية العكرة، عايزين يطلعونا ولا حاجة قدام الناس. عمالين يقولوا اذا كنا ما قدرناش نحمي الهرم فازاي هنحمي املاكهم واعراضهم. لا 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 لا، ما تقلقش سعادتك ابدا، انا هتصرف في كل حاجه. حاضر حاضر يا باشا. حاضر، مع الف سلامه. ايه يا رز؟
ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ ده الباشا كان بيكلمني في التليفون دلوقتي. ايه في حاجه؟ كان بيسالني احنا وصلنا لايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. الحكايه عماله تكبر والظاهر مش هتنتهي على خير. المهم انت عملت ايه؟ اديني ماشي في التحقيقات. وصلت لحاجه؟ هنوصل طبعا. ايه مالك؟ لا ماليش. لا شكلك مش طبيعي، اكيد في حاجه. يا نظيم بيه انا خلاص مخ ده هيضرب. من ايه؟ مش عارف اربط المسائل، بحقق في قضية انا نفسي مش قادر استوعبها. يوم وليلة صحينا لقينا الهرم ضاع. طب ضاع ازاي؟ اتسرق. طيب مين له مصلحة في سرقته؟ طيب سرقوه ازاي؟ وودوه فين؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا رجل؟ ده الكلام اللي الناس بتقوله في الشوارع واللي احنا مش عارفين نجاوبهم عليه. انت مش شغلتك ترد على كلام الناس. انا مطلوب مني اوصل للحقيقة. انت مطلوب منك تنفذ الاوامر وبس. رشدي يظهر الشغل كتير ارهق اعصابك يا فندم. ما هو علشان كده يا فندم انا جاي اطلب من حضرتك انك تعفيني من التحقيق في القضيه دي. ايه ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انت جننت يا رشدي؟ يا فندم انا مفيش يا فندم. القضيه دي انت اللي بديتها وانت اللي لازم تنهيها، والا هتعرض نفسك للمسؤوليه وهتكون محل شبهات. انا ابقى محل شبهات؟ طبعا، لان امتناعك عن تكمله التحقيق ملوش غير معنى من اتنين، اما انك رافض تنفذ الاوامر او انك متعاطف مع الناس اللي بتحقق معاهم. رشدي انت عارف انا قد ايه بثق فيك وقد ايه انا بحبك. ساعات الباشا لما كلمني من شويه بالتليفون فهمني ان مساله الهرم الجهات العليا هي اللي هتتصرف فيها، واحنا مش مطلوب مننا غير عمل التحقيقات وبس. عشان كده انا عاوزك تنزل مكتبك دلوقتي وقدامك النهارده وبكره وتجيب لي ملف كامل للتحقيقات اللي انت عملتها، وبمجرد ما نقدم المتهمين للنيابة يبقى خلصنا نفسنا ونشيل ايدنا من الموضوع ونسيبهم هم يصرفوا، نشوف هيرجعوا الهرم ازاي. حاضر. ملفات التحقيقات هتكون جاهزة عند حضرتك كمان يومين. اسمع، كشف ده فيه اسماء عاوزك تحقق لي معاها. دول الجماعة يا ايوة. تفتكر حضرتك ان ليهم يد في موضوع الهرم؟ رشدي تأكد ان تلات ارباع المصايب اللي بتوع على دماغنا سببها الشيوعيين دول. انا ما استبعدش كلهم يد في الجريمة دي. عمر عبد الله. سيارة مقطوعة راجع محمد عامر ورا وخفيفة. يا سلام، شغلك قوي التلفزيون للدرجه دي؟ خطيب ها؟ راجع في نص ملعبه بيه. ايه مالك؟ لانه ابدا يا حبيبتي مفيش. طب يرجع عشان امال سارح وضرب بوس كده ليه؟ في حد يبقى جنبك ويقدر يبوظ حياتي؟ طب بص في المرايه وانت تشوف وش ده. بس تعب وارهاق من الشغل. انتي عارفه حكايه الهرم دي شغلانه قد ايه؟ يا دي الهرم اللي طلع لنا في البخت ده من يوم ما راح وانا مش عارفه اتلم عليك ولا ليا واحده. معلش معلش حقك عليا. انا مش عارفه بس انتوا حارقين روحكم قوي ليه على الحكايه دي؟ هو يعني كانت دي اول حاجه تسرق في الدنيا؟ مش الفكره، بس قصده كان كبير ومشهور قوي وده اللي خلى سرقته تعمل الدربكه دي كلها. طيب خلي الهرم بقى ينفع. الله، راح فين يا شوشو؟ لما تبقى تلاقيه ابقى كلمني في التليفون. استني بس يا شوشو. الو. ايوه فرغلي، جهزت كل حاجة؟ طب يلا انزلوا نفذوا، وخليك على اتصال بيا اقول اللي بيحصل اول باول. مع السلامة يا فرغلي. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. وهزعل منك ليه؟ تعال. لا اوعى. تعال اما اوعى كده. تعال اما لا اوعى. يا متعصب. لا لا اوعى.
سيداتي وسادتي، إليكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر الحادث المؤسف الخاص باختفاء هرم خوفو الأكبر، وقد كان لهذا الحادث ردود فعل متباينة على المستوى العالمي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أعربت وكالات الأنباء عن أسفها الشديد لضياع أثر من أهم الآثار الإنسانية على مر العصور، وأكدت أن هذا الحادث سيكشف في المستقبل عن تفاصيل علمية أغرب من الخيال. وفي فرنسا حذرت وكالات الأنباء من احتمال تكرار هذا الحادث مع الآثار الخالدة الموجودة في مناطق أخرى من العالم، وطالبت بتشديد الحراسة على هذه الآثار وخاصة الموجودة في منطقة الأهرامات التي وقع بها الحادث. كما طالب بعض أعضاء البرلمان الفرنسي بتشديد الحراسة على كنيسة نوتردام الشهيرة وعلى برج إيفل. وفي انجلترا تصدر خبر اختفاء الهرم الصفحات الاولى في الصحف البريطانية، وقد شددت قوات شرطة سكوتلاند يارد الحراسة على ساعة بيج بن وعلى كوبري لندن الاثري المعروف باسم لندن بريدج لاحتمال تعرضهما لحادث مماثل. وفي إيطاليا ظهرت أعداد كبيرة من رجال الأمن حول برج بيزا المائل وحول مبنى كنيسة سان ماركو الأثرية بمدينة فينيسيا. وبينما أثار خبر اختفاء الهرم اهتمام وكالات الأنباء والصحف العالمية، إلا أن وكالة تاس السوفيتية لم تشر إليه إلا في أسطر قليلة مقتضبة دون أن تعلق عليه. قررت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة إفادة بعثة من كبار العلماء وخبراء الآثار العالميين إلى مصر لإجراء معاينة على الطبيعة لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وعمل دراسات حول الكيفية التي يحتمل أن يكون الهرم قد اختفى بها. يا فندم، أنا واقف مشكلة مش عارف أتصرف فيها إزاي. مشكلة إيه؟ جماعة بتوع الصحافة وكالات الأنباء العالمية عايزين معلومات عن التحقيقات اللي إحنا بنعملها. وقلت لهم حاجة؟ لا طبعا يا فندم، أنا فهمتهم إن التحقيقات دي سرية، بس هم عاملين يلحوا عليها بشكل فظيع، خصوصا بتوع لجنة اليونسكو دول. تصور سعادتك ان هم مصرين يقابلوا العسكري صابر ويتكلموا معاه باعتباره المتهم الاول في القضية. ايه ده؟ وعرفوا منين المعلومات دي؟ مش قادر اعرف يا فندم،
الاخبار دي اتسربت لهم ازاي؟ دلوقتي لو منعناهم من مقابلة صابر هيقولوا ان احنا بنحجب عنهم معلومات هتفيدهم في شغلهم، ومش بعيد ابدا يشهروا بينا ويقولوا ان احنا بنداري على الموضوع، لان المتهم الاول في القضية دي عسكري مننا. محتمل جدا يا فندم يعملوا كده، انت عارف شغل الجرايد الاجنبية. من ناحية تانية لو سيبناهم يقابلوه مش هنضمن هيسألوه في ايه او هيرد عليهم ازاي. ده جايز جدا تطلع منه كلمة كده ولا كده تقلب علينا الرأي العالمي كله. طب والعمل؟ مش لازم يقابلوه ولا يتكلموا معاه، في الوقت نفسه ما يحسوش ان احنا منعناهم. طيب دي تيجي ازاي؟ الطريقة اللي هتخرجنا من الورطة دي ايه هي؟ ندخله مستشفى المجانين. ايه؟ هو ده الحل. نقول لهم انه اتجنن بعد اللي حصل وحالته ما تسمح لهمش لا بمقابلته ولا بكلام معاه. بالطريقة دي نبقى مسكنا العصاية بالنص، منعناهم من يقابلوه وبعدنا عن نفسينا الكلام. وحتى لو طلعت منه كلمة كده او كده لأي حد فمش معقول هيصدقوه لأنه مجنون. مشاهدينا الأعزاء مساء الخير. مفيش شك أن موضوع سرقة الهرم شاغل تفكير الناس في العالم كله، خصوصا وأن مفيش حد قادر يعرف إزاي اختفى الهرم وإيه المعنى اللي ورا اختفاء الهرم. بيسعدنا النهاردة في البرنامج أننا نستضيف الكاتب المفكر الأستاذ عويس مندور. أهلا بيك يا فندم. أهلا. يا ترى إيه رأي حضرتك في موضوع اختفاء الهرم؟ قبل ما اقول رايي احب افكر الساده المشاهدين باللي كتبته في احد مؤلفاتي عن الاهرامات الثلاثه. انا سبق وقلت في الكتاب ده ان اللي بنوا الاهرامات من سكان كوكب اخر متقدمين عنا الاف السنين، جم ونزلوا في الارض عاشوا فيها من 7000 سنه وبعدين رجعوا بعد ما سابوا لنا اثر ضخم ينم ويؤكد عن التقدم العلمي والمعماري اللي وصلوه. طب ايه السبب اللي بيخلي حضرتك تؤكد ان اللي بنوا الاهرامات ناس من كوكب تاني؟ لان الاهرامات مبنية على اسس علمية ونظرية دقيقة جدا ومتقدمة جدا، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان سكان الارض يكونوا هم اللي بنوها. ليه؟ احنا لغاية دلوقتي ما قدرناش نكتشف سر الاهرامات رغم التقدم العلمي والتكنولوجي اللي احنا وصلنا له. وانا واثق ان سكان الكوكب دوكهام هم اللي نزلوا وسرقوا الهرم، لان الصوره اللي تمت بيها السرقه دي اكبر من امكانيات اي حد من سكان الارض. طب ايه هدفهم من سرقه الهرم؟ انا بعتبر ان ده انذار منهم لسكان كوكب الارض، لذا انا بأحذرهم وبقول لهم ان كوكب الارض مهدد بالاحتلال والغزو من سكان الكواكب الاخرى.
أنا أطالب علماء الأرض أن يتحدوا ويتعاونوا لصد هذا العدوان. اللي حصل النهاردة ممكن يحصل تاني وتالت ورابع. النهاردة خدوا الهرم، مين عارف بكرة هياخدوا إيه؟ دكتور مخلوف، باعتبارك واحد من كبار علماء الفلك والأرواح، ممكن تقول لنا تعليقك على حكاية اختفاء الهرم؟ شوفي يا مدام، شوفوا يا سادة، الطريقة الوحيدة اللي حنقدر نعرف بيها الهرم راح فين إننا نحضر روح الملك خوفو. أيوة، روح الملك خوفو هي اللي حتدلنا على مكان الهرم. أمال إيه؟ مش هو اللي مدفون فيه؟ وتفتكر يا دكتور إن من السهل تحضير روح الملك خوفو؟ هو طبعا العملية دي صعب ومحتاجة الوقت وتفكير ومصاريف كتير، لأن الملك خوفو مات من 7000 سنة. ولذلك يا سادة، أنا أطالب الدولة أن تتبنى هذا المشروع ماديا وأدبيا، وأنا مستعد أقوم بالعملية دي مجانا من أجل الحضارة والتاريخ، وأنا مش هكلف الدولة مليم واحد زيادة عن تمن البخور والأدوات واللازم منه، ودي كلها حاجات بسيطة لا تزيد عن 10,000 جنيه بس. 10,000 جنيه ثمن البخور والأدوات؟ ايه، مستكترة 10,000 جنيه على هرم الملك خوفو؟ مش قصدي، بس يا مدام ده مش عيل تايح هنجيبه، ده هرم، هرم خوفو. هوبا يا دولتن يا ولاد. احمد معالي حبيبتي، معالي تعالي يا حبيبتي، فاني اسمع النداء. معالي هوبا، تعالي يا معالي يا حبيبة القلب وعمر الشقاء. معالي أوبا. معالي تعالي يا معالي وانصتي إلى هذا النداء، وهيا يا معالي تعالي. معالي أوبا أوبا. الله الله يا موسيقار يا كبير، يا سيدي طربنا طربنا يا سيدي. خش عليا بالطريقة دي؟ أنا آسف جدا يا دكتور، ما تزعلش مني. خلاص، أنت عايز إيه؟ كنت عايز أسألك، هو أخينا ده هيفضل مبوز وساكت كده على طول؟ ساكر؟ ده يا إما قاعد يمقق فينا، يا إما قاعد يعيط. معلش يا رزق، إحنا لازم نعذره برضه. حصل له ده من شويه، وبعدين ما تنساش انه لسه جديد على الجو بتاعه. اصل بصراحه كده خايف منه قوي، حاسس كده انه مجنون او عنده لوثه شويه في دماغه. تولش الامور بالشكل ده، كل ما هنالك انه بيمر بازمه نفسيه حاده لانه لقى نفسه متهم بسرقه الهرم من غير ما يكون له اي ذنب، والحاله دي معروفه علميا باسم الهرمولوجي. بس اشمعنى هو بالذات اللي اتهموه بسرقة الهرم؟ ما هو
كان لازم حد يلبس الجريمة دي. الولد ده بينه طيب وغلبان، عشان كده رجله جت في الحكاية. طب وحنسيبه كده يا دكتور؟ انا هقوم اتكلم معاه دلوقتي عشان اخرجه من الحزن اللي هو فيه ده. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا دكتور يا ابو قلب كبير. انا مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. كنتوا هتلوصوا يا ابني. طيب اسيب سيادتك بقى عشان ما تتعطلش سيادتك. خير يا اخ صابر. بعد بعيد عني يا جدعان، بعد بعيد عني، مالكش صالح بيه. ليه بس يا اخ صابر؟ في حاجه مضايقاك مننا؟ فيه ولا مفيش؟ بعد بعيد عني. انت عايز مني ايه؟ عايز اتكلم معاك، اتعرف عليك اكتر. مفيش بينا بلا كلام ولا معرفة. خلاص يا سيدي نتعرف. انا الدكتور شهدي حسين. انت عايز مني ايه؟ بس سيبوني في حالي يا عالم، حرام عليكم. يا اخي صابر اجمد ومال مش كده؟ يا عالم انا مظلوم، ماليش ذنب واصل. انا عارف كده كويس يا اخي صابر. عارف؟ عارف ايه؟ عارف انك مظلوم وبريء من كل الحاجات اللي تهمينك فيها. لكن انت عرفت اسمي منين؟ هو في حد ما يعرفش الناس الطيبين اللي زيك؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ دكتور شهدي حسين. ايوه انت بقى الحكيم بتاع الناس المجانين اللي هنا. مين قالك ان هنا في مجانين؟ وهو المورستان هيبقى فيه مين يعني غير اللي عجلهم طاقك؟ طب ما انت معانا اهو. ترى انت بقى مجنون وعقلك طائق؟ اني لا، اني مظلوم. طب وليه ما يكونش اللي هنا كمان مظالم زيك؟ ايوه بس يا اخي صابر انت اصلك على نياتك ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. اوعى تفتكر انهم حاطيننا هنا عشان احنا مجانين. لا، ده عشان خايفين مننا، لاننا الوحيدين اللي عارفين وفاهمين كل على حياتها. على اي حال انت لما هتقعد معانا اكتر هتفهمنا كويس. المهم دلوقتي بقى اعرفك على زمايلنا اللي عايشين معانا في العنبر هنا. انا مش عايز اعرف حد ولا حد يعرف. هما مش محتاجين يتعرفوا عليك لانهم عارفينك كويس وعارفين عنك كل حاجة. عارفين عني كل حاجة منين؟ مش دي المشكلة. المهم دلوقتي انك تعرفهم واحد واحد، لان دول اللي انت هتعيش معاهم وتعاشرهم. ده رزق الارناوطي، كان موظف حسابات من انشط واكفأ الموظفين اللي في شركته. وفي يوم وهو بيعمل ميزانية اخر السنة اكتشف ان في مخالفات واختلاسات كبيرة في الشركة. هوبا، الولد عمل اللي عليه وكتب تقرير بالمخالفات دي كلها ورفعه لرئيس مجلس الإدارة. تاني يوم استدعى رئيس مجلس الإدارة وطلب منه يطنش على البلاوي دي كلها ويحاول يداريها بأي طريقة من الطرق إياها، بحجة المحافظة على سمعة الشركة. هوبا، رزق ما اقتنعش بالكلام ده وحس ان الراجل ليه مصلحة في ان الحاجات دي تدارى، فما كدبش خبر وراح عامل تقرير تاني وبعته لكل الجهات المسؤولة. وعديك بقى قامت الدنيا تحقيقات ونيابة وسين وجيم، وفجأة اختفت المستندات والاصل الولد، لان مفيش تحت ايده اي حاجة تثبت الكلام اللي قاله على رؤسائه. وبدل ما ياخد مكافأة وعلاوة زي ما كان متصور، لهم متهمينه بالإساءة إلى سمعة الشركة والتشهير برؤسائه وعنها، وراحوا مدينه جزا وخصم وإنذار بالفصل كمان.
مسكين لحد كده وما استحملش، قعد يصرخ ويصوت وطاح فيهم يمين وشمال، فقالوا عليه مجنون وراحوا جايبينه على هنا. طيب ليه دايما واقف بالمقلوب كده؟ انت شايفه واقف بالمقلوب، بس هو شايف ان ده الوضع الصحيح اللي لازم يقف فيه، لانه حاسس ان كل حاجة اتلخبطت واتشقلبت، فقرر يتشقلب هو راخر يمكن يقدر يشوف الدنيا بالعدل. ده بقى احمد رشاد، موظف صغير اتخرج من الجامعة وحب واحدة زميلته في الشغل وخطبها، كانوا في منتهى السعادة وهما بيحلموا بالايام الحلوة اللي هيعيشوها مع بعض. كل حاجة كانت معاه، الحب، الشباب، المستقبل، ما كانش ناقصهم غير حاجة واحدة بس، البيت الصغير اللي هيلم شملهم سوا. الولد والبنت هلكوا نفسهم في الشغل صبح وبعد ظهر علشان يقدروا يحوشوا لهم قرشين يدفعوهم ثمن الشقة اللي هيتجوزوا فيها، بس كان كل ما يتجمع في ايديهم مبلغ الشقة ثمنها يغلى، يحوشوا اكتر فتغلى الشقة اكتر واكتر. فضلوا على الحال ده كتير، 7 سنين وبرضه ما يدروش يلاقوا مكان يلمهم ولا حتى اوضة فوق سطوح. وفي الاخر قرر احمد انه يسافر يشتغل بره عشان يقدر يعمل له قرشين كويسين، وسافر فعلا، تعب وشيء كتير لحد ما قدر يدبر مبلغ معقول، ولما رجع عشان يشتري الشقه ويتجوز لقى حبيبته اتجوزت واحد تاني، واحد مفيش فيه اي ميزه غير ان عنده شقه جاهزه. مسكين مستحملش الصدمه، راح واقف في وسط ميدان التحرير ومسك الفلوس اللي كان هيجيب بيها الشقه وراح مولع فيها، لانه حس ان ما بقالهاش اي فايده بعد حبيبته ما راحت منه. بيعزف على العود هناك ده الملحن حسين ناجي، ده واحد من اعظم الملحنين اللي في البلد، بس للاسف ملوش حظ لانه فنان عنده عزة نفس وكبرياء، رفض انه يتاجر بفنه او يبيع نفسه للي بيتاجروا بالفن، فقالوا عليه غلس ومعقد ومبقاش حد يشغله لحد ما كان هيموت من الجوع، فقرر انه يسيب لهم الدنيا باللي فيها وجاي يعيش هنا. هو اللي جه هنا برجليه؟ ايوه، فهو عايش مبسوط ومستريح حوالي 24 قراط، والاهم من ده وده انه بقى متفرغ تماما لتأليف الحانه العظيمة. بس هيعمل مزيكا ازاي اذا ما كانش في ايده حاجة يدق عليه؟ دق مش مهم، مش مهم يكون معاه عود او كمانجة او بيانو، لان الموسيقى مش مجرد آلات، الموسيقى احساس قبل كل شيء. اسود، هو ده شخصيا؟ وط صوتك ما توديناش في داهيه، ايه اول مره تشوفه؟ شفته قبل كده في الصور، شفته كتير بس شكله كان بيبقى غير كده خالص. لا
اللي حصل له وهو اللي شافه كان شويه. ومين اللي عمل فيه كده؟ شوفلك ايه يا لهوي بعليش، امسك نفسك امال ما تضيعناش. انا مش قادر اصدق، بس هي دي الحقيقه. طيب واللي معاه دي برضه كان اللي معاه ده بقى ما نعرفش عنه اي حاجه. ازاي؟ اصله لا بيسمع ولا بيتكلم، اطرش واخرس، بس باين كده انهم كانوا يعرفوا بعض من زمان، لانه من يوم ما جه وهو قاعد جنبه ما بيفرقوش، زي ما تقول كان بيشتغل معاه وكيلو سكرتيره حاجه زي كده. لكن ما قلتليش بقى حضرتك تبقى مين بالظبط؟ انا قلتلك الدكتور شهد حسين. طيب وسعادتك حكيم في انهي مستشفى؟ المستشفى اللي احنا فيها دي. طيب مدام كده ايه اللي مقعدك هنا بقى وايه اللي ملبسك كده زي بقيه اخوان؟ اني استقلت من العمل كطبيب وفضلت اعيش هنا كاي واحد من نزلاء. صباح الخير، دي باينها ليله سودة يا اولاد. اخر تطورات جريمة العصر، الكشف عن اسم المتهم الاول في قضية هرم خوفو. العسكري صابر يدخل مستشفى الامراض العقلية تحت الاختبار والملاحظة لمعرفة ما اذا كان مجنونا بالفعل ام انه يدعي ذلك للتهرب من المسؤولية. عظيم عظيم جدا. وقت تكمل تحقيقاتك وتكتب تقريرك وتقدمه علشان نخلص من الموضوع ده خالص. يومين ثلاثة وكل المتهمين يبقوا جاهزين للمحاكمة. عظيم. أي أمر ثاني؟ لا مع السلامة. يا لهوي! إيه الكلام اللي بتقوله ده يا واد يا حسان؟ هو ده الكلام اللي مكتوب في الجورنال يا خالد. بقى الجورنال بيقول إن صابر سرق ودخل مستشفى المجانين؟ أيوه. لا أنا يا كذاب ومفتري؟ هو الحاج عليا اللي جيت ابلغكم، ما كنتوش مصدقيني؟ عندكم الجورنال اهو، شوفوا صورته فيه. يا لهوي يا ربك يا بخير، والدك راح فين شرب الميه يا بخير؟ صدقت بقى ام لسان طويل؟ لا مش صحيح، طلع كيف ملفقين له التهمه دي؟ طبعا ملفقينها له، تلاقي حد من زمايله سرق الهرم دي وتهمه فيه. لازم اعرف ايه الحكاية دي. انا حنزله مصر، حقلب عليه الدنيا حتة حتة لحد ما اعطر فيه. لا يا انت فاتي معاهم، لازم اكون هناك انا ضروري. اه ده انت يا ايه يا فندم؟ اه سيبها واطلع. انت قريب الصابر؟ خدمتك يا بيه. طب اوكي، طيب مع السلامة دلوقتي. انت قاعد فين؟ ادي هنا اهو. هنا على الدكة؟ ايوه على الدكة. تعال يرفع مدارك ويعلم راتبك. تقربي له ايه بقى بالظبط؟ انا جوز خالد بنت عم امي، واخد سلفة الحاجة نبوية اللي تبقى عمة صابر لزق. والقرابة دي بقى هي اللي مخلياكي مهتمة بيه قوي؟ ايوه طبعا. ما هو الاهل اللي بعديهم برضه. ايوه بس التقارير اللي قدامي بتقول في حاجة تانية بينك وبين صبر. حاجة تانية؟ حاجة تانية يعني ايه؟ يعني استلطاف، حب، تمشية في الغيطان، قعدة على الساقية، استخبوا سوا في الدورة. يا حمتي وهي التقارير عرفت الحاجات دي منين؟ يا هنية احنا مش نايمين على وداننا، احنا عارفين كل حاجة عن كل واحد. تستركم يا سيادي، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك. وانت بقى جاي عايزه ايه؟ عايزه اشوف صابر، اعرف ايه اصل الحكايه اللي متهم فيها ظلم دي. مستحيل هتقدري تشوفيها. لا بس يا بيه، ده انا دخت السبع دخات، لفيت مكاتب المديريه حته حته لحد ما اذنوا لي اقابل حضرتك. احب على ايدك يا بيه. استغفر الله. اقعدي ده متهم ظلم وما يستحقش كل اللي انتوا عاملينه فيه ده. هنية انا ممكن اخليك تقابلي صابر حبيبي يا بيه، ان شاء الله يسلمك ويسلم خاطرك. انا عارف ان صابر ولد غلبان ما
ونفسي حقيقي اساعده، بس هو منشف دماغه ومش عايز يتكلم. يتكلم يا جولاي. يا هنية انا عارف ان في ناس وحشة مقصرة عليه وضحك على عقله، الناس دول هم اللي ورطوه في القضية ولبسوه التهمة. ان شاء الله يخرب بيوتهم الظالم. ورغم كل اللي عملوه فيه ده مش عايز يعترف ويخلص نفسه. هنية انا عارف ان صابر بيحبك وبيسمع كلامك، لو انت بتحبيه وبكي عليه بصحيح خليه يتكلم. ان صحيح يعترف على الناس دول واحد واحد وانا حبرقه من كل حاجة وخرجهولك تاني. قلت ايه يا هنية؟ ما تتكلم يا صابر، قول لهم على اللي تعرفه وخلص روحك، احنا مش جدهم. اتكلم اقول ايه؟ قول لهم على اللي سرقوا الهرم. انت راخه بقيت تتكلمي زيهم. انت ليش صالح بكل دول؟ انا رايده مصلحتك انت وبس يا صابر. عايزك تخرج وترجع لي تاني. بلاش عشان أنا، عشان خاطر خلفك إياه ما فكرتش فيها حالها كيف وعاملة إيه. ده قلبها بيتقطع عليك يا ولده والدموع مالية عينيها ليل ونهار. دي كانت محل فاني تجي معاي عشان تشوفك، وأنا اللي صعب علي تدوخ وتتبهدل وسافرت من غير ما اديها خبر. ليه اللي ما جبتهاش معاكي؟ ليه؟ لو انها وحشاني قوي. هتبكي يا صابر؟ طيب ما بدل البكا والنواح قول لهم على اللي حصل وخلص روحك من المصيبة اللي انت واقع فيها دي، ولا انت عاجبك رميتك كده وسط المجانين؟ انا عارف انك شاب وعمرك ما تحب تفتن على حدا ولا تأذيه، لكن الناس اللي عدري عليهم دول يا صابر هم اللي غدروا بيك وهم اللي سببوا في الوضع اللي انت فيها دي. نسيه اللي هتقولي عليهم دول يا هنية، كنيش فاكره الهرم دي حاجه تتعبى في كف؟ ده بتاع كبير جد الجبل. جد الجبل؟ ايوه، يعني ولا كل الكفر بتاعنا يقدر يتحتح دراع واحد. امال كيف سرقوه منك يا صابر؟ ما هو ده اللي هيجنني. استاذ متولي، بصفتك واحد من اصحاب الملاهي الليليه في شارع الهرم، ممكن تقول لنا رايك في حكايه سرقه هرم خوفو؟ هو سيادتك عارفه طبعا ان معظم الملاهي اللي موجوده في البلد موجودة في شارع الهرم، ومن يوم ما حصلت الكارثة المصيبة السوداء اللي حصلت دي واتقفل شارع الهرم اصبحنا حاليا كل الملاهي الليلية في حالة توقف. احنا بنخسر يوميا حوالي 300,000 جنيه كان بيدفعها السياح الاجانب والاخوة العرب في ملاهي شارع الهرم. 300,000 جنيه يوميا كل يوم؟ يعني مش عايز اقولك ان اكتر من 300,000 جنيه وعملة صعبة. دي كارثة، كارثة سياحية كبيرة. وعين سيادتك ما تنسيش ان في حاجة مهمة جدا، ان الملاهي الليلية دي كانت مصدر رزق لناس كتير ومنهم الراقصات. احنا عندنا 3000 رقاصة ربنا يديهم الصحة في حالة بطالة حاليا، يترتب على هذا موقف غريب جدا انهم بيضطروا انهم ينزلوا عشان يرقصوا في الحفلات الخاصة اللي تتعمل في الشقق والفلل. Thank you.
فرصة ممكنة حرصا على سمعتنا السياحية وعلى مستقبل رقصتنا اللي بيواجهوا دلوقتي ظروف صعبة قد تضطرهم لا سمح الله للانحراف. شاكك في حبي ليك سوير. انا دايما بثق فيك ومن حبك ليا، بس مش عارف ليه اهلك دايما بيستهيفوني. معلش يا عادل، استحمل علشاني. انا استحمل كل حاجه عشان بحبك سوير. ايوه يا عادل. بقولك ايه، ماليش معاك 50 قرش سلف عشان ادفع الحساب. بس كده حاضر، خد يا عادل، بس خليك فاكر كده يبقى عندك 9.5 جنيه. صاب ايه الحلاوه دي؟ قمر قمر، برافو برافو هايله. انا كنت كويس كويس. اتنين اقعد. يلا نحضر المشهد اللي جاي. الخميس. يلا يا جماعه، استني استني شويه، ثانيه واحده. اليوم علينا بفلوس يا جماعه، خلصوني بقى، ربنا يخليكم، ده يوم مش فايت بقى. والنبي يا احمد شيل معاه. مساء الخير استاذ خميس، باعتبارك واحد من كبار المنتجين السينمائيين. الله يخليك. ممكن تقول لنا رايك في موضوع سرقه الهرم، وهل يا ترى الحكايه دي تنفع موضوع فيلم سينمائي؟ سرقه هرم؟ سرقه هرم ايه وبتاع ايه؟ الموضوع ده ما ينفعش في الحلاوه يعني. اقول لحضرتك، فين الادوار النسائيه؟ مفيش ادوار نسائيه. فين الرقصات والاغاني الشعبيه؟ مفيش، مش كده؟ طيب فين المواقف الدرامية والألعاب المليودرامية؟ مفيش. يبقى الناس بتحب الحبة دول، لازم نديهم البقين دول، ما ينفعش. تعالى يا احمد كده، عايز رأيي بصراحة، الموضوع ده لو اتعمل فيلم هيسقط. انا لازم اخرج من هنا، انا خلاص ما بقتش قادر استحمل، لازم امشي من هنا بأي وشك. تقدر تقول لي هتخرج من هنا تعمل ايه؟ لازم اثبت لهم ان انا مش حرامي واني ما سرقتش الهرم. تثبت لمين يا والدي؟ تثبت لمين؟ القضية لبسك 100%، مش هتعرف تخرج نفسك منها مهما عملت. لا، انا هفضل ادور في كل حتة لحد ما الاقي الهرم. وتفتكر يعني هتلاقيه؟ ما هو يا حلاجي، يا حلاجي اللي سارقينه، واني وهم والزمن طويل. تضحكوا على ايه؟ تضحكوا على ايه؟ بتضحكوا علي؟ عليك طبعا. وبتضحكوا عليا ليه؟ ايه؟ اتكلم، لانك على نياتك قوي ومش عارف حاجه ابدا. يا اخي صابر، الهرم ضاع خلاص، ما عادش راجع، واللي خدوه عمرك ما هتوصل له. ولو شفت حلمت ودنك. انت تعرفهم؟ مش انا سبق وقلت لك اننا هنا فاهمين وعارفين كل حاجه؟ يبقى لازم تقول لي، لازم تفهمني الهرم راح فين ومن هم اللي واخدينه. مقدرش. ليه؟ خايف عليك من الصدمة. صدمة؟ ايوه يا صابر، حكاية كبيرة كبيرة قوي، مش هتستحمل تسمعها ولا هتقدر تصدقها. طيب قول واني هصدقك. انا رأفة بيك مش هقولك. هتقول غصب عنك. بالعافية. ايوه بالعافية. طب نزل ايدك. مش هنزل ايدي وانت غسان لك. سيبوني سيبوني، عايز اعرف كل حاجة، لازم افهم كل حاجة. سيبوني. سيبوه، انا هقول لك كل حاجة يا صابر، هقول لك وذنبك على جنبك، بس صدقني هتلعن اليوم اللي عرفت فيه الحكاية دي، وهتسب الساعة اللي قلت لك فيها على الحقيقة. اقعد اقعد عشان تسمع.
هي دي الحقيقة، هي دي لا هي دي الحقيقة. مش عايز ادفع، انت مش عايز ادفع، انت اللي طلبت مني. اقول لك مش عايز ادفع، اسمع لي، لا ما عدتش، مش عايز اعرف حاجة، ما عدتش، مش عايز اعرف حاجة، مش عايز اعرف حاجة، ما عدتني، ما عدتني، سيداتي وسادتي، إليكم هذا النبأ. ظهر فجأة هرم خوفو الأكبر في إحدى قرى المكسيك، وبظهوره تنتهي الضجة العالمية التي أثارها اختفاء هذا الأثر العظيم. ولم يعرف حتى الآن كيف اختفى الهرم وكيف انتقل إلى هذا المكان البعيد. هذا وتجري حاليا مفاوضات بين حكومتي مصر والمكسيك لبحث ترتيبات إعادة الهرم إلى مكانه الأصلي. الحمد لله لقوا الهرم واتحفظت القضية ضد مجهول. يعني هيجيبوه تاني؟ يجيبوه بقى، ما يجيبوهش، هم حرين. المهم خلينا احنا في موضوعنا. يا متدلع يا حبيبي. إنما ما قلتليش عملوا ايه في العسكري؟ عسكري أو غار في 60 داهية. وبعدها معاك يا صاحبي مالك؟ هتفضل ساكت ومساحتك كده؟ كلمني يا اخوي، كل حاجه. تعبان، تعبان قوي يا هني. معلش نسيناك تنسى اللي حصل، والحمد لله ان كل حاجه انتهت على خير. خير مين قالك ان كل حاجة انتهت على خير؟ اسكتي اسكتي، انت ما تعرفيش حاجة. وايه دي اللي معرفوش؟ الكلام، الكلام اللي قالوه للمجانين. كلام ايه ومجانين ايه؟ صحابي هي لا تكون انهبلت من قعدتك معاهم. اني ما انهبلتش يا هنية، اني عرفت وفهمت كل حاجة. المجانين قالولي على كل حاجة. قالوا لك ايه؟ ما اقدرش اقول. اذا المصيبة يا اولاد، الراجل عقله طق. ما تلطميش دلوقتي يا هنية، حوش اللطم عشان هتلطمي بكره كتير، هتلطمي بكره كتير. ايوه انا. ايه بتقول؟ ايه سرقوه؟ طب ده يسرق ازاي يا بني ادم؟ هو معقول ده يسرق؟ في ايه يا رشدي؟ سرقوه يا شوشو. هو ايه ده؟ نهر النيل.